مساء الخير لكل المشاهدين، اهلا بكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. هكون مع حضراتكم في الجزء الاول من الحلقه واهم الاخبار اللي بتهم كل المصريين، سواء اخبار بقى مفرحه اخبار مقلقه. لو هتكلم على الاخبار المفرحه طبعا هيبقى منتخبنا المصري واللي فعلا حقق بفوز امبارح، يعني اكبر مثل على ان فعلا التعاون والاصرار ممكن يوصلنا لكل اللي احنا عايزينه. ده طبعا هيكون له مكالمة خاصة، ولكن الأخبار اللي بتقلق البيوت المصرية هي الامتحانات، امتحانات المرحلة الإعدادية. فهل يا ترى امتحانات الإعدادية هذا العام ظروفها إيه؟ أخبارها إيه؟ هل في رضا من مش هقول من كل الطلبة والطالبات أو من كل أولياء الأمور، من جزء كبير منهم ولا لأ؟ إيه اللي بيتم؟ نتعرف أكتر على امتحانات الإعدادية هذا العام. هو طبعا بدأت من يوم السبت من أول امبارح يعني، وطبعا دي امتحانات الترم الأول. نتعرف أكتر معي على الهاتف الأستاذة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس قسم التعليم. أستاذة نيفين أهلا بحضرتك. اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، دايما كده بتنورينا في كل يعني ما يخص التربيه والتعليم من اخبار. ولو انا بتكلم على الاعداديه هذا العام، يمكن الطلاب المرحله الاعداديه في امتحانات هذا العام واللي فات كمان هم الطلاب اللي بالنسبه لهم دي اول سنه شهاده، لان كان دول اللي ما تطبقش عليهم الابتدائيه كشهاده. شايفة حضرتك هم استعدادهم إيه للامتحانات؟ أدوها إزاي؟ السنة اللي فاتت كان يمكن عشان كورونا الامتحان كان جوه المدرسة، السنة دي كان القرار إن امتحانات الإعدادية بتبقى للطلاب في كتير من المدارس بتبقى بره المدرسة. تقولي الامتحان يعني عدى إزاي بعد 3 أيام؟ هي طبعا امتحانات الإعدادية هذا العام بدأت في محافظة القاهرة والجيزة يوم السبت الماضي وبعض المحافظات، وفي محافظات بدأت في أيام أخرى. طبعا الجداول مش موحدة على مستوى المحافظات، كل محافظة حطت ترتيب الجدول بطريقة مختلفة عن الأخرى. طبعا الامتحانات مختلفة من محافظة إلى أخرى، في ناس يعني قالوا إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، في ناس كان عندها بعض الشكاوى من جزئيات للطالب المتميز، وطبعا دي التقسيمة النسبية في ورقة الجزء للطالب المتميز، جزء للطالب فوق المتوسط، جزء للطالب المتوسط، فدي طبعا طبقا لتعليمات المركز القومي للتقويم والامتحانات هذا العام. وكما يحدث في كل السنوات الدراسية بيبقى في توازن نسبي في الورقة الامتحانية، فطبيعي ان في ناس تخرج تشتكي من صعوبة في بعض الأسئلة، وفي ناس تشتكي من ان في أسئلة للطالب المتميز، وفي ناس تانيين او طلبة اخرون بيقولوا ان الامتحان كان كويس وما فيهوش اي أسئلة صعبه او اي صعوبه. بس احنا دايما كنا يا استاذه نيفين الكلام ده من زمان بيبقى دايما معروف، الامتحانات مفيش مش كل الطلبه هيبقى عندهم نفس الراي، لكن ايه الجديد؟ يعني احنا لو بنتكلم على مناهج جديده، في تطوير في المنظومه التعليميه، تطوير في نظام الامتحانات، هل تم تطبيق اي جديد في الامتحانات هذا العام؟ لا، بالنسبه للشهاده الاعداديه تحديدا مفيش عندهم لا مناهج للامتحانات، يعني أيوة. اللي عندهم نظم جديدة طبعا الصف الرابع الابتدائي، المرحلة الثانوية، لكن المرحلة الإعدادية أو الشهادة الإعدادية ما فيهاش أي تطوير أو مناهج جديدة أو أسئلة جديدة، ما فيش، ما بيطبقش عليهم أي حاجة من التطوير، لأن التطوير طبعا زي ما احنا عارفين والسادة المشاهدين عارفين بيبقى بيطلع سنة بسنة، يعني احنا السنة اللي فاتت كانت ثالثة ابتدائي، السنة دي رابعة ابتدائي، السنة الجاية هتبقى خمسة وستة ابتدائي لحد ما نوصل للمرحلة الإعدادية، وطبيعي طبعا المرحلة الثانوية بتشهد تطوير مختلف. طب بس حضرتك بتتكلمي على المرحلة الثانوية كان هيبقى فيها تغيير في الامتحانات، هو للأسف على آخر وقت ما تمش، كان هو الامتحان هيبقى أونلاين، ما تمش على آخر وقت. مش مهم الوسيلة بتاعت الامتحان، احنا بنتكلم على شكل الامتحان اتغير، الأسئلة وأسلوب الأسئلة الامتحانية، يعني أكتر من الوسيلة اللي الطالب هيمتحن بيها سواء ورقي أو إلكتروني، لكن لما نتكلم على الأسلوب بتاع اللي بتعتمد على التفكير وأسئلة الاختيار من متعدد، دي نوعية الأسئلة اللي بتيجي للمرحلة الثانوية. أيوة. رابعة ابتدائي السنة دي أول مرة يطبق عليهم إن الامتحانات تبقى من بنوك الأسئلة، يعني في بنوك أسئلة وضعها المركز القومي للتقويم والامتحانات، وكل موجه اختار 10 أسئلة من كل مادة وجابهم للأولاد اللي هم صغار في رابعة ابتدائي، والحمد لله رغم الشكاوى المتكررة من صعوبة المناهج إلا إن كان في حالة رضا بين أولياء الأمور والطلاب
حوالين الاسئله الامتحانيه بالنسبه للرابعه ابتدائي. الشهاده الاعداديه لانها طبعا شهاده فطبيعي ان يبقى في اسئله للطالب المتميز، طبيعي ان يبقى في بعض الشكاوى، وطبعا زي ما قلت لحضرتك انها مختلفه من محافظه الى اخرى، حتى ترتيب المواد مختلف من محافظه الى اخرى، وفي كمان محافظات بدات الامتحانات وفي محافظات بدات قبل او بعد هذه الفتره، بس المهم ان الكل يعني يكون نهايه هذا الاسبوع عشان يبداوا بقى في اجازه نصف العام ان شاء الله. ايوه بس هي لازم حضرتك احنا يعني بيكون في دايما كده سؤال مش بيخاطب حتى الطالب المتميز، هو عايز يعني بيعمل كده ربكه ما بين اولياء الامور والطلبه والطالبات. سمعنا او شفنا على السوشيال ميديا ان في امتحانات الاعداديه في محافظه الجيزه في اول يوم جالهم جمع كلمه بعض. سمعتي حضرتك عنها دي؟ يعني هل دي يعني هي يمكن صعبه، هل لازم كده كل امتحان بيبقى له حاجه تشهره مثلا على لو احنا بنقول؟ هو طبعا الامتحانات دي في الاساس لازم تظهر الفروق الفرديه ما بين الطلاب، يعني هي لو الامتحانات كلها بمقياس واحد يبقى مش هيظهر الطالب المتفوق او المتميز او اللي مذاكر عن الطالب اللي مثلا بيفتح الكتاب على اخر لحظه، فلازم يبقى فيه مراعاه للفروق الفرديه ما بين الطلاب ودرجه السهوله والصعوبه، وزي ما قلت لحضرتك نسبه لحوالي نسبه 15% للقدرات العليا والطلاب المتميزين، نسبه 10% للطالب فوق المتوسط، بقيه الامتحان بيبقى في مستوى الطالب المتوسط طبعا طبقا لتعليمات وما يقره المجلس القومي للتقويم والامتحانات. فطبعا لازم يبقى في فروق فرديه، ولازم في طلبه يشعروا ان في بعض الصعوبه في بعض الاسئله، وطلبه اخرون يشعرون بهذا الامر يعني. طيب لو احنا برضو بنتكلم ان الامتحان خارج المدرسه ده بيحتاج اجراءات بقى احترازيه، او حتى داخل المدرسه لكن مع اعداد كبيره من الطلبه والطالبات والسن الصغير اللي هو مش اجباري عنده التطعيم، حضرتك تقولي لي ده تم ازاي وكان ايه الاشراف عليه؟ وبرضو بالنسبه لتقييم الامتحان ده اللي هو ده مفروض من 140، هل الترم الاولاني بذاته فيه نجاح وسقوط، ولا الترم الثاني ممكن يكمل للطالب ويقدر ان هو يعوض لو؟ الحقيقه لو اتكلمنا بصفه عامه ان مصر من اكثر الدول ومن اوائل الدول اللي نجحت في مساله تطبيق المنظومه الامتحانيه في ظل يعني عصر كورونا، من بدايه كورونا وحتى الان الامتحانات بتتم في المدارس وفي لجان مؤمنه وبتتم على اعلى مستوى من الاجراءات الاحترازيه، الطلبه بيبقوا ملتزمين بلبس الكمامات، بيبقى في تباعد ما بين الطلاب في اللجان الامتحانيه، اللجنه الامتحانيه الواحده ما بيبقى فيها من 14 ل 16 طالب في جميع المراحل الدراسيه. طبعا مساله التعقيم ومساله قياس درجه الحراره قبل الدخول، كل الحاجات دي بيتم مراعاتها، ويمكن احنا كمان يعني نزلنا في جريده الاهرام صور مصاحبه للموضوعات اللي بنكتبها على حول هذا الامر. طبعا كل هذه الاشياء حفاظا على صحه العاملين في التربيه والتعليم سواء اعضاء التدريس او اداريين او عمال. طيب بالنسبه لتقييم الدرجات بقى، في تطعيم كمان يعني لاعضاء التدريس بنسبه كبيره جدا، وفي كمان التطعيم خاص بالطلاب اللي بعد موافقه ولي الامر اكثر من 12 سنه. بالنسبة لتقسيم الدرجات طبعا زي ما حضرتك عارفة ان المجموع متقسم لترم اول وترم تاني، وممكن الطالب يستكمل في الترم التاني بعض المواد وممكن يدخل دور تاني في المواد اللي مش هيوفق فيها، وطبعا بنتمنى النجاح والتوفيق لكل اولادنا باذن الله. لا معلش، هو سؤال الترم اللي حضرتك بتقولي يقدر يدخل اللي هو الامتحان اللي هو التاني اللي بيبقى اللي اسمه ملحق، ولا صح بيبقى اللي هو الامتحان الاخر الدور الثاني اللي هو في شهر 5 فيها؟ مش هيجيب فيها. حضرتك ده بيبقى للي سقط ولا للي ما دخلش الامتحان عشان كان مثلا مريض ولا ايه؟ يعني هو الزامي عليه يدخله، ولا الثاني لو قدر يصلح الدرجه ما يحتاجهاش، ما يحتاجش الترم الثاني؟ هو قلت لحضرتك الطالب اللي هو بيعاني من اي ظروف مرضيه طبعا خاصه ظروف كورونا ده بيدخل الدور الثاني بالدرجه الفعليه، ما بيبقاش له 50% من الدرجه، ده عموما بصفه عامه في كافه الامتحانات لكافه المراحل الدراسيه. وطبعا الطالب اللي هو ثبت ان وجاب الاوراق الرسميه اللي تثبت ان عنده كورونا ما دخلش الامتحانات دي من اساسه وهيدخل الامتحانات بتاعه الدور الثاني. في امتحانات دور اول وفي دور ثاني، وفي امتحانات في قصدي ترم اول وترم ثاني، وفي امتحانات الدور الثاني اللي ما بيتوفقش في
الدرجه بتاعه النجاح. الدور الثاني في الاخر خالص بقى بعد امتحان الترمين ده بيبقى دور ثاني بتاع الصيف. بالظبط كده. أوكي. دور ثاني في نهايه العام الدراسي بيتحدد لهم موعد امتحانات باحد اقصى مادتين. ايوه حد اقصى مادتين كده خلاص يعني المعلومه اكتملت. بشكر حضرتك واستفساراتنا الخاصه ب يعني العمليه التعليميه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه نيفين شحاته نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس قسم التعليم. طبعا اكيد في اخبار كتير بتهم كل المصريين. نطلع مع كل مشاهدينا نشوف تقرير عن خبر يهمك ولسه مستمرين مع حضراتكم. قريت خبر النهارده في الجرايد الاقبال كثيف على كلنا واحد والسلع التموينيه كلها. احنا نشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والداخليه على الاهتمام والمجهودات اللي بيقدموها للمواطنين. والموضوع ده مش في القاهره بس، في جميع المحافظات بالنسبه للسلع التموينيه والحاجات المستلزمات كل البيوت. وصول الدعم للمستحقين، رئيس الوزراء بيقول كده فعلا الكلام ده صح. لازم يبقى في تدقيق في البيانات بتاعت كل شخص عشان الناس اللي تستحق الدعم يوصل لها. لو حضرتك سألتني النهارده أكتر خبر هقول لك بقى سوشيال ميديا مصرية شرق أوسطية أفريقية. طبعا فوز منتخبنا امبارح بيثبت إن أنت مصري ترفع راسك فوق، لأن المصريين لما يجتمعوا على حاجة بيحققوها. ده حقيقي، حاجة في جيناتنا، حاجة في دمنا. امبارح كان اداء اكتر من رائع. كنا نفتقد للروح، مش بنفتقدها، احنا كنا معتقدين ان احنا ما عندناش روح، معتقدين ان ما عندناش لعيبه. جالنا الاحساس دوت فتره كبيره، المصريين كلهم حسوا بده. وانت عارف ان كره اللي احنا عارفينها متنفس فعلا. ارفع راسك انت مصري، دي مقوله كل المصريين النهارده، ويعني تحديدا او امبارح بعد اداء المنتخب الرائع اللي فرحنا وكده حط اسم مصر في مكان تاني خالص. كان في مقولات كتير على المنتخب في الفتره الاخيره، ولكن ده كله كان غيره مننا على المنتخب، ان ما كانش فيه روح، ان ما تحطوش في اماكنهم الصح. لكن احنا دايما يعني المثل الشعبي بتاعنا بيقول ادي العيش لخبازه. ففعلا لو احنا بنقول ان يعني كيروش او المدير الفني للمنتخب اكيد هو ادرى من اي حد فينا. احنا بنحب الكوره، بنفهم فيها بعض الشيء، ولكن لما الموضوع يبقى عن فريق او منتخب اكيد يعني القائد. وده اللي اتقال امبارح او بقالنا كام يوم في كل استوديوهات التحليل الخاصه بالرياضه. عشان نتعرف اكتر وتزيد فرحتنا، معايا على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ محمد ناجي المتخصص في الرياضه. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ علي. اهلا بيك. واكيد حاله الفرحه في كل البيوت المصريه، في كل الشوارع المصريه، مش بس في مصر لكن المصريين كمان في دول كتير، واكيد دول عربيه برضو ودول افريقيه بتحب المصريين. هل شايف حضرتك ان بعد ادائنا امبارح المقوله اللي كانت بتقول ان الفراعنه او المنتخب المصري بيخشى الفرق اللي من شمال افريقيا، شايف حضرتك المقوله دي خلاص انتهت؟ لا، هي المقوله دي المفروض انها مش موجوده بقالها فتره. احنا كل فرق شمال افريقيا سواء على صعيد الانديه او صعيد المنتخبات بنقدر ان احنا نتغلب عليها ونقدر ان احنا نكون موجودين. واخر مواجهه قبل المغربي كانت في دور الثمانيه في بطوله افريقيا 2017، وقدرنا احنا نتغلب على المنتخب المغربي ونعدي لدور السيمي فاينل. ما اشبه يعني ليله البارحه كان نفس السيناريو، قدرنا احنا نكسب بجول الكهرباء، مع الفرق ان انا برضو لازم الواحد يدي كل حاجه حقها. المنتخب المغربي في 2017 كان هو اللي مهيمن على المباراه، واحنا قدرنا ان احنا نخطف المباراه يعني بلغه الكوره كده. لكن امبارح الوضع مختلف تماما. منتخبنا كان مهيمن على المباراه من بدايتها لنهايتها. يعني احنا بمجرد ما تلقينا هدف، الجون كان في الدقيقه 3، يعني كان لسه في بدايه المباراه، حتى ما تجاوزنا حته مرحله جس النبض، لانه المفروض في عرف الكوره ان بيكون في جس نبض كده بين المنتخبات، كل منتخب مش عايز يفتح خطوطه. أيوه. او مخططه خوفا من هو يتلقى جون. لكن يعني حضرتك شايف ان الهدف ده فعلا كان ممكن يكون السبب الرئيسي في ان الفريق لا ابتدى يحس ان في حاجه، في خطر، لان الهدف ده اربكنا احنا كمشاهدين
فما بالك الفريق ده نفسه. ده حقيقه، لكن المنتخب نفسه كان واثق بامكانياته، يعني اللعيبه نفسها كانت واثقه في امكانياتها واثقه في قدراتها انها تقدر ترجع للمباراه ثاني. دور مهم جدا للجهاز الفني وللعيبه الكبيره في الفرقه زي حجازي، زي عمرو السوليه، زي صلاح. وصلاح يعني بان دوره بشكل كبير جدا امبارح، ان هو فعلا قائد المنتخب. القياده مش لبس شاره بس، يعني مش ان انت تكون لابس شرط القياده بتاعت المنتخب فتبقى انت كابتن المنتخب، لكن مسؤوليه واخلاق وعدم انانيه. يعني في اوقات كان ممكن هو يجيب الجون لكنه كان شايف المصلحه فين. مظبوط، امبارح في الجون الثاني كان ممكن انه يقف على كورته، ممكن يحطها بيمينه، ممكن لكن ادى الكره لتريزيجيه مقشره يعني هو والجون. فهو الراجل يعني كان فيه انكار ذات، وده عاد عليه هو حتى في بدايه المباراه، ان الكره الجون الاولاني الكره بترد لصلاح وهو في حضن الجون. ايوه بالبلدي يعني. فالراجل ما كانش عنده ادنى مشكله انه يحطها جون. أيوه. لكن صلاح بيشتغل بجماعيه كبيره جدا لصالح المنتخب. أيوه. ودي من ضمن الحاجات اللي مخليه اشهم منتخبنا بنسبه كبيره جدا المنتخب الكاميروني. لا، وثبات النفس. عايز اقول لحضرتك برضو ثبات النفس عندنا برغم ان احنا وقع علينا ظلم، وده باين قدام الجميع. ده بالنسبه للحكم، هل شايف حضرتك ان احنا يعني او بتسمع في الاوساط الكرويه ايه؟ ان هل المفروض ان بعد المباراه او بعد البطوله بتتقدم شكوى عشان ما يتكررش ده تاني، ولا خلاص كان شيئا لم يكن، احنا كسبنا فخلاص؟ انا عايز اقول لحضرتك ان انا ليا ناس زمايلنا يعني في تونس في البلدان امبارح كانوا بيكلموني ان يعني مش طبيعي الحكم لو طبعا. مغربي مش هيحسب للمغرب كده، مش هيحسب كل الفاولات اللي على حدود المنطقه، كل الكور اللي فيها شك او بدون شك، كميه الانذارات الاسهاب، الانذارات اللي كان الحكم بيعطيها لعيبتنا. فالحكم امبارح لا يعني كان فيه عده ملحوظات على ادائه. أيوه. وعلى شكله في الملعب. أيوه. هل ده هيعدي مرور الكرام، ولا بيبقى في وقفه من يعني نقول مثلا القائمين على الكره المصريه، بيبقى ايه الوضع؟ لا، هو اكيد طبعا احنا الاتحاد الكره اكيد هيتقدم مش بشكوى، ولكن هيتقدم ان في ملحوظات كثيره جدا على التحكيم. أيوه. في اداء البطوله دي، وانا الماتش عشان بس ما يتكررش تاني. انا هلاعب الماتش الجاي المنتخب الكاميروني صاحب الارض والجمهور، ووارد جدا يتجامل. يعني أيوه. وارد جدا يتجامل، ودي مباراه تتعمل في يعني حاجات كتير. عايز اقول لحضرتك يعني بصي بامانه والله العظيم مش عشان واحد مصري بس، يعني ده وصلني من اكثر من كذا حد. يعني كنا احنا بنتكلم في كوره، لا ده انا بكلمك في حاجه ثانيه خالص، انه ناس زمايلنا كتير صاحبين قالوا احنا ما عرفناش ايه بتمصر غير لما رحنا شفنا اللي بيحصل بقى في الكاميرون، وشفنا يعني أيوه. مصر الطبيعي بالنسبه لها انها تنظم بطوله على اعلى مستوى. ايوه. فالناس كانت كلها متخيله ان التنظيم هيبقى بنفس الشكل ده. لا لا، بنفس لا لا. الطريقه دي. لما شافوا بقى اللي بيحصل في الكاميرون والمهازل، يعني انا اسف والله مش قصدي ان انا بسجلنا على دولة. لا، حضرتك اللي بتقوله مش جديد ومش غريب، لان احنا سمعناه فعلا من كتير من اللي حضروا، كتير من النقاد قالوا فعلا على ان البطولة لكن تنظيمها مش على ما يرام. هو ده فرق، هي مصر كبيرة افريقيا. أيوه. بنقول عشان هي بلدنا. أيوه. لكن هي دي حقيقة، مصر كبيرة جدا، يعني اكبر من اي حاجة مصر فعلا على الارض. ان شاء الله يا رب، واحنا بنتمنى طبعا الفوز، احنا مش عايزين الفرحه تاخدنا وننسى ان لسه في مباريات تانية جايه. لا لا لا. مهمه. انا عايز اقول لحضرتك ان الفرقه نفسها بعد ما خلصت فرحوا طبعا فرحه. أيوة. كبيره جدا، لان احنا مبدئيا كتاريخيا التاريخ كان بينحاز لمصلحه المغرب على حسابنا، لكن اللعيبه كلها فرحت امبارح، كان فرحه كبيره. أيوة. لكن بدايه من ما خلصوا فرحتهم ورجعوا الفندق وفرحوا مع الوفد اللي موجود ومع البعثه ومع قفلوا الصفحه وقالوا يا جماعه احنا لسه ما خلصناش البطوله، بدانا في الجد على طول. عموما ان شاء الله ان شاء الله يا رب نفوز في المباراه القادمه، وبرده كلنا اتصال مع حضرتك، ومبارك لكل الشعب المصري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد ناجي المتخصص في الرياضه، ويا رب احنا بقى مش عايزين نقعد نقول طب وايه هنعمل ايه، طب الكاميرون فريق صعب، مفيش فريق صعب دلوقتي قدام، برده يعني الفرحه الزياده، وناخد الموضوع كانه حق مكتسب لنا ان هو الفوز. لا، احنا برده بناخد حذرنا عشان ان شاء الله ان شاء الله يا رب لكل مجتهد دايما بيكون نصيب. نطلع فاصل مع كل مشاهدينا ولسه مستمرين معاكم. رجعنا مره ثانيه مع كل مشاهدينا، وفي الحقيقه دايما النشء الجديد
اقدر اقول مظلوم، اقدر اقول ممكن يكون الامكانيات او التكنولوجيا الحديثه بالنسبه له تكون افضل، ولكن في ايجابيات وفي سلبيات، وده اللي لازم ناخد بالنا منه، لان في معلومات، في طبعا في تقرير من رئاسه مجلس الوزراء حول سوق الالعاب الالكترونيه، وان الاولاد بيقعدوا وقت طويل جدا، وبقى الموضوع تجاري اكتر من اللازم. عشان نتعرف اكتر على الموضوع ده ونعرف من الناحيه النفسيه ده بيعمل ايه في ولادنا، معايا على الهاتف دكتوره حنان الشاذلي، استشاري علاج النفسي والادمان ومخصوصه عن المهارات النفسيه بمعاهد وزاره الداخليه. دكتوره حنان، اهلا بحضرتك. اهلا بستك يا فندم، اهلا بحضرتك. لو احنا بنقول ان خطر على ولادنا ان هم يقعدوا قدام الالعاب الالكترونيه كتير، وغلبنا في الموضوع ده بقالنا سنوات، ولكن للاسف الموضوع بيزيد، شايفه حضرتك اسبابه ايه؟ ويعني نقول على ولادنا ده برضو بيبقى الباك جراوند بتاعه ايه في الاخر؟ هي في الاساس الموضوع كان بيبتدي من الاسره، لما كانت بتحاول انها يعني تضيع وقت الابناء في الوقت اللي هم مشغولين فيه في اعمالهم او في غيره في العاب، وهم متصورين ان الموضوع هيعدي او هيمر مر القراءة. انما للاسف الموضوع بيتحول لاضطراب سلوكي، يعني بيندرج تحت فئه الادمان، وده اللي نشدت بيه سنه 2019 منظمه الصحه العالميه لما طلبت ان هو يكون تشخيص بالفعل مرضي، على اعتبار ان يتعامل بنفس الشكل اللي تعمل فيه مع بقيه الادمانات الاخرى، لان الشخص فيه بينزوي عن المجتمع، بيفضل يبقى قاعد لوحده، مفيش تفاعل مع الاسره، مفيش لغه مع طرف اخر، يعني بينسحب من معظم الانشطه الاجتماعيه في مقابل ان هو يقعد ويلعب حتى على الموبايل. طب بس حضرتك احنا لو كده هنقول ان كل اطفالنا هيحتاجوا علاج نفسي؟ ده انا كل ما فيش طفل ما بقاش بيفضل ان هو يقعد قدام اي جهاز بيلعب فيه العاب الكترونيه عن ان هو ينزل يلعب رياضه او ان هو يذاكر دروسه او يقعد حتى مع اسرته. بالظبط، ويمكن ده يعني يمكن حصل اكتر او زودوا اكتر لما تعرضنا لجائحه كورونا في 2020، لان حتى هنلاقي ان الصحه العالميه هي نفسها قالت طيب خلاص نسمح بهذه الالعاب علشان خاطر نجبر الناس انها تقعد او نسيب لهم فرصه انهم يقعدوا في البيت عشان ما يحصلش العدوى الكبيره. ولكن للاسف بقى هنا المخاطر زي ما حضرتك قلتي، ان احنا بنخرج هنا ان محتاجين تاهيل لهذه المجتمعات. طيب انا هعمل ايه؟ انا بتعامل مع هذه ام بيسمعني دلوقتي، انا هتعامل مع الالعاب الالكترونيه دي كان بالظبط ده مخدر موجود مع ابني. أيوة. يبقى لازم بعمل له اعراض انسحاب. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا هقطعه مره واحده، لكن لازم اعمل ده تدريجيا. أيوة. بسحب هذا الكائن اللي بقى معاه اللي يعني بيسيب الدنيا كلها عشانه، ببتدي احوله لتفاعل حقيقي معايا، ممكن ننزل نتمشى مع بعض، ممكن نلعب لعبه مع بعض، ممكن نقعد نعمل حاجه يدويه مع بعض، او احول هذه الالعاب الالكترونيه لحاجات تكون مفيده للطفل، تنمي الذكاء بتاعه، تعلمه لغه احسن، تخليه لو مثلا في سن صغير يتعلم الالوان، يتعلم منها قيم، بس لازم يكون حد كبير قاعد معاه عشان خاطر يحصل التفاعل المباشر، فيبقى مش اعتماده او متعته على اللعبه نفسها او على الجهاز اللي بيشتغل قدامه قد ما هو في التواصل اللي بيحصل مع الشخص الكبير سواء الاب. هو طبعا الموضوع كبير ومحتاج لقاء معانا في الاستوديو ونتكلم اكتر باستفاضه، الشرف لينا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره حنان الشاذلي، استشاري علاج نفسي وادمان ومتخصص في المهارات النفسيه بمعهد وزاره الداخليه. فعلا الموضوع اصبح خطير، وان شاء الله بنوعد كل مشاهدينا يكون في يعني فقره خاصه للموضوع ده، عشان طبعا احنا كل هدفنا في الاخر ان الجيل الجديد واولادنا يطلعوا اسوياء ويعني ويعيشوا حياتهم العاديه زي ما احنا اتربينا. فاصل سريع بعد كده هيكون مع حضراتكم زميلي عزيز شريف فؤاد، وهيكون معاه في اللقاء الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون، وطبعا الحوار حول المشروع القومي للزيتون، وده طبعا اللي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر فيها خيرات كتير قوي، ولازم فعلا نستفيد من اي حاجه احنا متميزين فيها عن العالم كله. بعد الفاصل.